إن لم نتحرك كدول اعتدال عربي لنقيم منظومة عربية للحل والعقد والتعامل مع الإشكالات وإيجاد حلول واقعية. يعني طب قل لي العكسي لده، خلينا بقى نمشي مع السيناريو العكسي. السيناريو العكسي هو أن الولايات المتحدة انسحبت من المنطقة، تحركت تركيا وأخذت جزءا من العراق في المنطقة الكردية، أخذت جزءا من شمال شرق الفرات اللي هو في سوريا، تحركت إسرائيل وتقوم كل يوم بهذه الضربات وإحنا واقفين بنتفرج. هل هذا هو الموقف الآمن؟ هل نمشي مع الشعبوية والشعار أم ندخل؟ أنا شايف واحد خبطته عربية وبينزف دما الآن. أنا ما بتكلمش مين فين ليه، هل كان مسؤول، هل هو اللي عدى الإشارة غلط، هل هو المسؤول ولا لا. أنا الآن في عملية إطفائي، يريد إطفاء نار صراعات. أنا سيارة إسعاف تريد أن تنقذ جسد الأمة العربية من سيطرة قوى غير عربية اللي هي إيران تركيا إسرائيل في السيطرة عليه. من هنا يجب أن يكون لدينا ثقة بأنه إدارة القيادة السياسية في دولة الإمارات تدرك أن هي لا تقوم بعمل كده من باب الشوف أو عمل استعراضي أو عمل خارج الطقس بدون أي مبرر، لكنها هي سياق متصل من محاولة تصفير المشاكل ومد الجسور مع كل مناطق الصراعات اللي في المنطقة عشان نستطيع أن احنا نلعب دور. ومرة تانية بكرر لك، مصر كانت الأولى من 2014 التي اتخذت موقف. لا احنا شايفين علاقات علاقات مد الغاز كمان وبتاع، في أشياء كثيرة شايفين، مؤشرات كثيرة. يعني أنا بشكر في مصالح موجودة، ويجب أن احنا نتحرك خلف مصالحنا وليس خلف مشاعرنا. الأستاذ الإعلامي الكبير عماد الدين أديب، بشكر حضرتك على هذه المداخلة القيمة.